معنى السلفية المفهوم الصحيح للإسلام، بمعنى المنهج الذي كان عليه السلف. هذا يسأل عن حكم شراء الملابس جديدة للعيد. طيب، هذا التزين للعيد هذا طيب، لأنه يوم عظيم ويوم احتفال للمسلمين ويوم سرور وفرح، وكونك تتجمل بالملابس والطيب وطيب، هذا شيء طيب عملا بالسنة. نعم. وإلا على الأقل إذا لم تقدر على شراء جديدة تغسل ملابسك وتنظفها.